دانا أبو شمسية من القدس المحتلة. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بأن ما يحصل في المستوطنات الشمالية في الحدود مع لبنان غير مسبوق، وزميلنا أحمد سنجاب من الحدود اللبنانية يتحدث عن اختراق طائرات شراعية من الحدود اللبنانية ودوي صافرات الإنذار بمستوطنات حدودية إسرائيلية مع لبنان. هل يتشابه ما يحدث من توتر في الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما حدث يوم السبت الماضي من تبعات طوفان الأقصى وفتح هذه الجبهة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية؟ لربما هذه الأحداث أكثر خطورة على الحكومة الإسرائيلية وعلى هذه الدولة العبرية، وذلك بسبب أن هنالك جبهات عدة كانت قد فتحت عليها من الشمال متمثلة بفصائل المقاومة الفلسطينية من الحدود اللبنانية، وحتى حزب الله الذي أعلن في بعض مسؤولياته عن بعض الإسقاطات على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووصول هذه الرشقات الصاروخية إلى مدى بعيد جدا. نحن نتحدث أن صفارات الإنذار الآن تدوي في مناطق مختلفة عديدة في داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة. نتحدث أن صفارات الإنذار في معلوت ترشيحة خوفا من تسلل مقاتلين. نحن ليس نتحدث فقط عن رشقات صاروخية، بل نتحدث عن أن هنالك خشية أمنية فعلية بأن يواصل المتسللون الفلسطينيون من عناصر المقاومة الفلسطينية الوصول. هذا يعني تفنيد الرواية الإسرائيلية التي تفيد بأن هنالك سيطرة 100% على مستوطنات غلاف غزة، وبأن هنالك سيطرة من هذه القوات أيضا على كل الثغرات الأمنية، وكان هنالك إغلاق لهذه الثغرات. نتحدث أن في هذه اللحظات ونحن نتحدث معك، الوسائل الإعلام العبرية تقول أن صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وأن هنالك مسيرة كانت قد وصلت من لبنان إلى ديمونة، والحديث عن سقوط صاروخ في منطقة المطلة أيضا من الجانب الإسرائيلي. وكما ذكرت هنالك تخوفات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي بأن يكون هنالك يعني مسيرات تخرج من الحدود الشمالية وتحديدا من جنوب لبنان لعرقلة عمل سلاح الجو الإسرائيلي. وكانت هنالك أنباء غير موثوقة حتى اللحظة من مصادر رسمية إسرائيلية، بل الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هنالك تسلل فعلي على الحدود مع لبنان. لربما اللافت في هذه الحرب وفي هذه الجولة هو أن هنالك صفارات الإنذار دوت لأول مرة في حيفا وفي الناصرة وفي الشمال الفلسطيني المحتل. هذا يعني استخدام صواريخ بعيدة المدى أكثر، هذا يعني إثبات من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قدرتها العالية على مواصلة هذه الرشقات الصاروخية رغم هذه الأيام المتتالية من هذه الحرب. الآن يعني هنالك تعليمات وإلزامات لكل سكان الجليل بأن يكونوا ملتزمين في بيوتهم وعدم الخروج إلى الشوارع كما ذكرنا، خشية من وجود متسللين. وعادة الفصائل الفلسطينية تقوم برشقات صاروخية كثيفة متتالية على العديد من المواقع تشتت انتباه الجيش الإسرائيلي لتقوم بعملية تسلل عبر الحدود، وهذا ما تخشاه إسرائيل وهو الذي كان يميز هذه العمليات وعمليات الإنزال سواء من الجو أو حتى من البحر. وكان قد سبقها لماذا كل هذه الخشية وهذا الخوف؟ لأن كان قد سبقها أيضا عملية تسلل من زكيم القريبة على الشواطئ عسقلان، وكان هنالك أيضا اشتباكات مسلحة مستمرة في العديد من مناطق غلاف غزة. نتحدث أن حيفا، الناصرة، الجليل الأعلى ومناطق المطلة وكريات شمونة وكريات وديمونة، كل هذه المناطق الآن هي تحت أزيز هذه الرشقات الصاروخية المستمرة. وحتى الأخبار العاجلة لم تتوقف لحظة منذ سقوط هذه يعني الرشقات الصاروخية، والحديث أيضا عن أن هنالك قصف مدفعي ردا على كل هذه الرشقات موجه على يعني محيط بلدة رامية بالقطاع الأوسط جنوب لبنان. وهذا ما يتحدث عنه وسائل إعلام وتتحدث عنه وسائل إعلام عبرية بأن هنالك رد إسرائيلي فعلي على تلك المنطقة. مع كل هذه المحاولات بتسلل مناطق في الأراضي المحتلة، هل يبدو أن الجانب الإسرائيلي متخوف كثيرا من دخوله في جبهة في حدوده مع لبنان، وأنه ربما لن يستطيع صد كل هذه الجبهات المفتوحة عليه إذا كان نتحدث هنا عن حدوده مع قطاع غزة وحدوده أيضا مع لبنان ومواجهاته مع حزب الله؟
نعم، التصريحات الأولى لكبار القادة السياسيين الإسرائيليين كانوا يقولون بأن هنالك لا خطر جدي متمثل في الحدود الشمالية، ولكن الآن إسرائيل تعيد حساباتها، ويجب أن تعيد حساباتها وفق محللين بسبب اتساع رقعة هذه المواجهة من الجبهة الشمالية. كانت تظن إسرائيل بأن هذه الرشقات الصاروخية ما هي إلا تحذيرية، ما هي إلا إسنادا لفصائل المقاومة، ولكن إصابة دبابات وآليات عسكرية وإعلان أحزاب مختلفة سواء فلسطينية أو عربية مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العمليات، بل ومقتل جنديين إسرائيليين في تلك الحادثة، هذا أعاد حسابه وأعادت حسابته الحكومة الإسرائيلية، ولربما لهذا سرعت في إقامة الحكومة الوطنية التي يترأسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وغانتس عن حزب المعسكر الوطني. الآن في هذه الأثناء أيضا كان هنالك وقبل قليل يعني كان هنالك ضرب لتل أبيب، ووصلت سفارات الإنذار إلى مطار بن غوريون في الوقت الذي كانت فيه مشاورات أمنية لدى الحكومة الإسرائيلية ولكبار الساسة. بنيامين نتنياهو كان على رأس هذه المشاورات الأمنية، كان هنالك حديث أن هنالك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر. كل هذا يقودنا إلى أن كل هذه الضربات الصاروخية تحمل رسائل مفادها أنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل في عمق دارها وإلى أراضينا المحتلة سواء في القدس سواء في تل أبيب، وعلى الرغم أن القدس اليوم لم تشهد أي صفارات إنذار، ولكن الرسائل التي بعثت مع هذه الرشقات الصاروخية، نحن نتحدث أن القدس تبعد كيلومترات مثلا عديدة عن حدود غزة، اليوم أن تصل هذه الرشقات الصاروخية إلى عمق الشمال الفلسطيني، هذا يعني بكل تأكيد أن هنالك في تطوير في هذه الأنظمة الدفاعية وحتى القتالية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.